السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. آخر ما خرج به علينا صابر مشهور يريد المناظرة، يناظر فيأتيني يناظرني. أنا بقول لهم اللي عايز يجي يناظرني ويخرج أمامي يخرج أمامي، يخرج أمامي يا عمنا. أنا أتعجب من هذا الشخص، تارة يقول أنا ما عندي علم شرعي، وإذا ما عندك علم شرعي كيف تريد أن تناظر اللي عندهم علم شرعي؟ فأقول أنني لست متخصصا في العلوم الشرعية، فلا يؤخذ مني علم شرعي. حتى بعض الناس يقولوا والله أنت تخطئ مثلا في نطق الآية أو في التشكيل. تارة يقول أنا أعلم من الألباني في الجرح والتعديل. نأتي إلى علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل انا اشوفه، انا لما بقول لكم انا لا افهم في الحديث، انا ليس عندي علم شرعي، انا صحفي، انا مجرد ناقل، لكن من باب الامانه ان اقول لكم ايضا انا افهم في الجرح والتعديل احسن من الالباني. ما فسرت هذا الشيء الا ان اتمثل بهذا البيت اللي ذكرته لكم في البدايه. ما قصه هذا البيت؟ هذا البيت أصلا في وصف الدابة التي يعرض صاحبها للبيع، وقد زهد فيها من لا يملك مالا فضلا عن غيره، وذلك بسبب الهزال الشديد الذي أصابها حتى ظهرت الكلى منها من تحت جلدها. إشارة إلى شدة الهزال، ويستعار البيت في الإشارة إلى تصدر من ليس بأهل للتصدر. يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. أيضا لاحظت في التعليقات أن الناس يقولون صابر مشهور يطلب المناظرة. هذا الرجل إما أحمق، وإما هو أحمق، وإما هو مصاب بأذى من جن. يعني حتى حركاته أنا لاحظت عليه أثناء ما يتكلم ليس حركات إنسان عادي، يعني عنده مشاكل نفسية، أو كأنه الجن هو اللي يتصدر في بعض تصرفاته وأقواله. لأنه ما معقول رجل يكذب ويفتري وثم يناقض نفسه، يطعن في أحاديث البخاري ومسلم، وأنا بينت ذلك، ثم يخرج ويقول أنا أحب البخاري لا أطعن في البخاري، ثم يسرد كلام طويل لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. هناك رواية تقول أنه سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه بخيل، وأن زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنها الصحابية الجليلة التي كانت في اليرموك وغيرها أم سيدنا معاوية، ذهبت تشتكي للرسول تقول له يعني أبو سفيان رجل شحيح، ماذا أفعل يعني؟ فقال لها خذي من مالي. طيب لما نأتي إلى الرواية، هل الرواية صحيحة حديثيا؟ والله علماء الحديث يقولوا هذه الرواية صحيحة حديثيا. فإذا نقول والله طيب الواقع المادي بيقول في حاجة، إذا إما الرواية دي حصل فيها اختلاط في اللفظ، اختلاط في المعنى، أو الرواية ممكن تكون حدثت عن واحد تاني غير أبو سفيان وألصقت بأبو سفيان، يعني لأنه أبو سفيان في الآخر القطح في أبو سفيان الهدف منه قطح في سيدنا معاوية عشان الدولة الأموية والحصار العباسي، والقطح في السيدة هند. وأنا عمري ما طعنت في البخاري ومسلم، وأتحداه أن يأتي لي بفيديو واحد أقول أن البخاري ومسلم أو كذبت حديثا في البخاري أو مسلم أو يعني أو حتى الإمام الترمذي. خرجت ورفضت حديث موجود في البخاري وحديث موجود في مسلم، لما الكذب؟ يعني هل نشفق عليك نقول أنه متلبس به جن شيطان؟ اذهب عالج نفسك أخي، وإلا ما درجة الحماقة عند هذا الرجل؟ هل أنت معصوم؟ ردوا عليك طلبة العلم، ردوا عليك المشايخ، كل هذا لم تتراجع، مقال حالك يقول أنك معصوم أبدا، كل ما تقوله هو صح. كل هؤلاء الناس ردوا عليك بالأدلة والبراهين وأنت مصر على باطلك. ماذا نفهم؟ نفهم أن هذا الرجل يقول أنا معصوم، وبالأخير لو جادلته لو حاججته
يقول هذا تابع لمخابرات أو خائف من الدولة أو كذا، المهم لكي يخرج نفسه يأتي بطامة أكبر من الطامة الأخرى. أقول إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق، وإذا بلغك أن فقيرا استغنى فصدق، وإذا بلغك أن حيا مات فصدق، وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلا فلا تصدق. نعم، إذا بلغك أن أحمق استفاد عقلا فلا تصدق، وإلا ما هي الجرأة اللي يتجرأ به هذا المعتوه ويقول أنا أعلم بالألباني من في الجرح والتعديل؟ هذا العلم اللي دونه العلماء بكتب وله قواعد وله شروط وضوابط، يقول أنا أعلم. يعني من شروط هذا العلم الجرح والتعديل إذا ما كنت تعرفه أن الإنسان يجب أن يكون على علم بالأحكام الشرعية، وأنت تقول أنا ما عندي علم شرعي. لما؟ فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه قال حضرت لمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سببه وألح عليه فقال رأيته يبول قائما، وما في ذلك؟ سألوه قال يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل هل رأيته أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال لا، ولكني أراه سيفعل. تخيل، هكذا هو علم الجرح والتعديل، ليس عند الحمقى والمغفلين مثل صابر وغيره. ثم أيضا أن يكون منصفا، وهل يوجد صفة الإنصاف في صابر؟ فلا يكون متعنتا ولا متشددا ولا معجبا برأيه فيصدر حكمه عن عداوة أو تعصب لمذهب أو عقيدة مما قد يحمله عليه هواه، وذلك كما يحدث بين أهل الإثبات وأهل التأويل، أو المتصوفة وأهل الحديث، أو بين أهل الحديث وأصحاب الرأي. ثم أيضا من شروطه يا مسكين أن يكون الرجل أمينا في نقله، يعني ينقل بأمانة عن الأئمة بألفاظها وبدقة. أسألكم بالله، هل تجدون ذلك عند صابر الكذاب؟ فالمسألة خطيرة، ليس لعب أطفال، ليس كل ما يقوله أي إنسان نركض وراء ونصدقه ونلتفت إلى أقواله. المناظرة لا يمكن أن يكون مع شخص جاهل لا يعرف يقرأ القرآن بصورة صحيحة. تخيلوا هذا الرجل يخطئ في قراءة القرآن وقد نبهه الناس على ذلك، مع ذلك يعاند ويصر، وين المشكلة؟ هكذا يقول، أين المشكلة لو أخطأت؟ يعني أنت تتصدر وتتكلم عن مسائل كبيرة جدا في هذا الدين، وأبسط شيء هو قراءة القرآن بصورة صحيحة ما تعرفها، ثم تطالب الناس أن يناظروك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وللتفقه في دين الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.